من الأمور المفيدة لوسائل التواصل الاجتماعي هي طرح بعض الإشكاليات في شي حوايج اللي الناس مازال ما كتعرفش تفرق بيناتهم، أو الخلط بين المصطلحات والمفاهيم المتقاربة شيئاً ما. حال الموضوع اللي غنطرحه له مثلاً في هذا الفيديو إن شاء الله، وهو مفهوم التربية ومفهوم الرعاية. ولهذا كيظن الكثير من الأمهات والآباء أنهم بتوفيرهم المأكل والمسكن والملابس وتلبية حاجيات أولادهم المادية أنهم وفروها وقاموا بواجبهم في التربية على أكمل وجه. نقولها لكم بطريقة أخرى، هل تعلم أن متابعة الأولاد والاهتمام بإطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن ومتابعتهم في الدراسة تسمى رعاية وليست تربية؟ الفرق كبير يا عزيزي المشاهد بين الرعاية والتربية. فرعاية الطفل هي توفير احتياجاته والاهتمام به، ويقد الكثير من الناس الرعاية والاهتمام بالأطفال بدون والديه. كتسمعوا مهنة راعي الأغنام؟ أشنو كيدير لهم؟ كيوكلهم ويسكنهم ويغسل لهم ويخرجهم. أشنو يخرجهم؟ يرعاهم. يهدك، يعني العناية والاهتمام بهم فقط. أما التربية فهي السبب الرئيسي لتشكيل شخصية طفل، وكتعتبر اجتهاد كبير من الأم والأب لتكوين شخصية منفردة للطفل ومساعدته للاكتشاف وتنمية هوايته مواهبه وثقته بنفسه وتجعله فرد واعي وعنده دور في الحياة. وسمع مزيان هذا الفيديو وما تديرش فيها، كتفهم وتواضع معنا شي شوية. الرعاية هي الاهتمام بصحة الطفل وأمنه وتوفير له الطعام والشراب والملابس والاهتمام بالواجبات المدرسية. ويمكن لأي شخص ينوب عن الأم والأب في مهمة رعاية الطفل، والدليل كاين مدارس خاصة في مجال رعاية الطفل اللي كتخرج لنا موظفين تحت اسم بيبي سيتر. يعني أي واحد يقدر يدير دور رعاية الأطفال. ما عندناش أن رعاية مهمة بحياة الطفل من حب وحنان وتوفير احتياجات، ولكن رد بالك هذا الشيء اللي ذكرنا يقد يوقف طريق نجاح مهمة التربية، لأن الماديات ما كتبنيش عقل الطفل. يقد تغديه باش يكبر، ولكن غايب قديمة محتاج منهج صحيح وسليم اللي غيمشي عليه في حياته. هنا لاش غادي يحتاج؟ غيحتاج القدوة باش يقتدي بها ليقوم بالأعمال الصالحة باش يعرف الخطأ والصواب. أما إذا كنت من نوع ديال أجي شنو قلم، أجي شنو دار بابرك، شنو جابت عمتك، سير وسمي أشنو كيقول، شو كيداير حجبان الشيطان، شو على الباس كيداير بحال العربية، وزيد وزيد وزيد. فإذا كنت من هذا النوع عرف أنك غادي تبدع فساد التربية ديال الطفل، وغادي تكون أنت هو القدوة ديالو. لأن الرعاية بدون تربية كينتج عليها رجال ضعاف الشخصية، نساء بدون مسؤولية، موظفين ما كيحملوش الخدمة ديالهم، وتلاميذ كتهرب من المدرسة، والطفل كيطلع فوق الفراش بصباطو كيخرب ممتلكات المنزل، كيرمي الزبل في الأرض، لأن حتى واحد ما رباه تربية على أنه ما يرميش الزبل في الأرض. كتكون الرعاية بدون تربية فهي كتدي إلى خلق كائن أناني ما كيهمو حتى واحد في هذا الكون إلا نفسه فقط وضعيف الشخصية. داكشي علاش في المدرسة منين كيتنمروا عليه مثلا ما كيقدش يرد عليهم، كيكتفي بالبكاء والشكاية. ولكن من الجانب الاخر كتلقاه كيخوت ويطلق حلاقمو على الام ديالو او الاب. هذا يعني خلقنا كائن جبان مع الاسف، لا يستطيع تحمل المسؤولية وما تقدرش تعتمد عليه في شي حاجة، وكينتج عليها شخصية بدون موهبة ولا ابداع. اما التربية فهي بعيدة كل البعد على الرعاية. التربية هي عملية توجيه الطفل نحو الأخلاق الحسنة والقيم والمبادئ الصالحة وتعويده على عادات جيدة ومفيدة. مثلا الطفل كتلقاه نهار كله شاد برطاب ومبلغ عينيه فيه، من المفروض أنه يكون شاد الكتاب، كيلعب لعبة يدوي اللي تنمي له قدراته، يلعب لعبة ثقافية فيها مجموعة أسئلة دينية تربوية تعليمية باش يدعمه من الجوانب كثيرة، منها المهارات الحسية التفكيرية استقلالية وخاصة الصحة النفسية. بلا ما نهضروا على الاسلوب ديال البعض، اجي معظمه هي العوجه هي الفعاليه التاركه، شتي فين كتجلى التربيه. مثال معاكس، نهار اللي كنت صغير مازال صغير كيجرني الوالد بيدو، علمني وحده من القيم اللي معروفه عندنا في الثقافه ديالنا، هو انني من تلقى رجل كبير في السن خصني نقبل اليد ديالو احتراما واجلالا لذاك الكبر ديال السن ديالو. حاجه اخرى، الوالده علمتني واحد الحاجه ثاني، هو ملي نكونوا كناكلوا في الجماعه مثلا بالنسبه للفواكه كناخذوا ثلاثه د الحبات من الحاجة، أو لا
ثلاثة السنانف من الحاجة وسطو. علاش؟ حيت معانا الناس حتى هما عندهم الحق في الأكل، ما يجيش واحد وياكل بوحدو يكون أناني بوحدو. تحت التربية كيفاش كتكون؟ كتكون بها طريقة، ملي كيكون الوالدين كيركزوا وكيديروا واحد الجدادة وكيكون واحد تتبع مع الأطفال ديالهم كتطلع تربية حسنة. أما ديك الهضرة ديال سير معك الله مازال صغير، هذيك غادي تنتج عليها أطفال اللي غيكونوا معقدين، أطفال بدون أخلاق، أطفال بدون تربية. لأن التربية هي بناء عنصر إيجابي في المجتمع، عنصر يعتمد عليه في كافة نواحي الحياة، وتكوين عنصر مجتهد قادر على تحسين نفسه وتطويره. وعملية التربية قد تكون كذلك لصالح الآباء أيضا، فهي عملية بناء ابن صالح تقي يدعي لك ويكون سببا لدخولك الجنة إن شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. زراعة القيم هي دور تربية في الطفل باش الصغير يحترم الكبير. كتلقى الصغير كيرفع يدو على الكبير وكيضحكوا له وكيقولوا قدام الناس مازال صغير ما كيعرفش، كي بغيتيه يحترم باه وجده وعمته. القيم والمبادئ ما كتخصش الأبناء فقط، لذلك عليك انت كأم أو أب مربي يكون قدوة للأبناء. ما تكذبش قدامهم باش حتى هما ما يكذبوش عليك، حيت راه غادي يعرفك وغيشوفك كتكذب قدام عيني وغيكون كيسبك بها كاع. إذا ما سبكش قدامك غيسبك في نفسه. دابا اسمع معايا مزيان، التربية علاش كتصطر؟ التربية هي أنك تخدم مع ولادك منذ الصغر، كاينش ديك الهضرة ديال مازال صغير، منذ الصغر على خمسة ديال الأمور. الأولى بناء القناعات واللي كتشمل ألف العقيدة، يعني دين الإسلام والإيمان بالله وملكته ورسله وأساسات الإيمان وأركان الإسلام والمواطنة والمعاملة الحسنة والأمر بالمعروف وحب الصحابة والعلم وكل ما هو مندرج تحت الصحيح من الدين الإسلام. باء المبادئ، يعني مجموعة القواعد والضوابط الأخلاقية والمعتقدات اللي كتميز بها الصواب من الخطأ. فالتزام الصدق مثلا كيتعتبر من المبادئ الشخصية اللي كضبط أقوال الفرد وأفعاله. باء القيم، هي المقاصد اللي كيرغب يوصلها الفرد أو قوم لتحقيقها، وهي القواعد اللي كتقوم عليها الحياة الإنسانية، وفيها أصناف كتير منها القيم النظرية والقيم الاجتماعية الدينية الاقتصادية الجمالية والسياسية. وهذا الشيء إذا كانوا الوالدين واعين بهذا الأمر. داكشي علاش كنقول ديما أنا ضد الوالدين الجاهلين، والجهل ماشي هو اللي ما قاريش، كاينين اللي قارين وما دايرين حاجة في الطبيعة. الوعي بهاد الأمور والإيمان بها وتطبيقها مع الأولاد هي اللي كتخلي الإنسان واعي بأمور كثيرة تجاه تربية الأولاد. جيم طموحات وفهم الحياة الصحيحة والسليمة. ثانيا توجيه الاهتمامات واللي كتشمل اللي كيشغل بال الإنسان من اهتمامات وكيفاش طفل يقضي أوقات الفراغ ديال أمور اللي غادي تفيده في حياته وتفيده في المستقبل. ثالثا تنمية المهارات وهذه أنواعها المختلفة: الرياضية، فنية، عقلية، اجتماعية، إدارية، علمية إلى آخره. رابعا فهم قواعد العلاقات، يعني شكون اللي يصلح ليك في الأصدقاء وماشي تقطع عليه الأصدقاء، وإنا نوع تجنب المصاحبة دياله، وكيفية بناء العلاقات طبعا بمراقبة والتحقيق من معرفة أصدقاء أطفاله لمعرفة الصالح من الطالح. لأننا خصنا نؤمن بوجود صديق وصاحب لكل طفل، لأنه بحاجة الواحد اللي كيفكر بطريقته، الواحد اللي كيخدم بطريقته، سواء في اللعب أم ضحك أم البكاء وما إلى ذلك. مع المراعاة لهذه العلاقة والمصاحبة أنها تكون عندها حدود إذا شفنا فيها ضرر. ما يمكنش نجي ونقطعوا علاقة طفل بأصدقائه بشكل عشوائي بدون تفكير. وجود الصديق أو الصاحب كما قلنا أمر ضروري في حياة طفل وفي النمو ديالو، لأنه إذا كنا ديكتاتوريين مع أطفالنا كن أكيد غادي يدير علاقات في الخفاء، والله أعلم جودة الأصدقاء اللي غيعرف كي غادي تكون. يمكن للوالدين اختيار أطفال معروفين والعمل مع آبائهم على التقاء بعضهم البعض ويعرفوا بعضهم البعض والتمهيد للمصاحبة عبر لقائهم في بيت واحد وتزويدهم بوسائل اللعب وتجلسوهم في طابلة واحدة باش يكون حوار وتقارب اجتماعي، وهذا الشيء طبعا على حساب أوقات وفراغ اللي تكون عند الوالدين. خامسا اختيار القدوات أو المثل العليا اللي نورمالمون غيوليو بحالهم، وأولهم خاص يكون الأمهات والآباء قدوة لهم. وطبعا كنهضروا على القدوة وماشي أي كلام وخلاص. كذلك القدوة ديالهم في ميادين مختلفة كالدراسة والرياضة وفهم القوانين اللي كتحكم على التعامل مع القدوة، وهذا الشيء
هما الامور الخمس اللي غتخلي تكون كتربي بالفعل واللي كتسمى التربيه السليمه. اما شي حاجه اخرى فهي رعايه اهتمام عنايه وسميها اللي بغيتي. خلاصه الموضوع ان معظم يعني الاغلبيه كاينين الناس اللي كتربي تربيه حسن، معظم الاسر اليوم ما كتربيش مع الاسف، عاد بالعكس كتربي تربيه فاسده، ولكنها في الحقيقه هي كدير دور الرعايه فقط. والفرق كبير بيناتهم كما شفنا. التربيه هي مهمه عظيمه لغرس المبادئ والقيم والثقافات وتعديل السلوك الصحيح، اما الرعايه فهي الاهتمام بالجوانب الماديه كالملبس والمأكل والمسكن والواجبات المدرسيه. ولا شك ان تربيه الجسم مهمه، لكنها لا تعني شيء امام تربيه النفس والعقل والروح. وبهذا اخواني اخواتي وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساوش اللايك بارطاجو، الا كان عندكم شي تساؤل خليوه في كومونتير، و الا كان عندكم اي موضوع بغينا نتناقشوا فيه خليوه في كومونتير. كان معكم اخوكم الاستاذ بن حمود تازي، والى الحلقه القادمه باذن الله. سلام.